بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله، في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1981 فول 2. من خلاله سوف نتعرف على طريقة عمل ترجمة للنصوص إلى أي لغة تريد، وعبر برنامج خفيف جدا جوابا على طلب بعض الإخوة الكرام. لهذا أحبابي في الله، يعني الدرس بسيط كما سوف تشاهدون، يعني كل ما عليكم فعله تحميل هذا الملف المضغوط، فك الضغط عليه يعطيك أيقونة بهذا الشكل، تقوم بتثبيت البرنامج بالطريقة العادية بالضغط على next 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 لحين ما يثبت البرنامج. بعد التثبيت سوف يعطيك أيقونة بهذا الشكل على سطح المكتب، تقوم بفتح البرنامج مباشرة، وهذه هي الواجهة الرئيسية للبرنامج. تختار هنا اللغة، يعني لغة النص الذي تريد يعني ترجمته، هناك مجموعة من اللغات، فمثلا سوف أختار إسبانيول، سوف أقوم بترجمته إلى اللغة العربية مثلا هذا النص، سوف أقوم بكتابة النص ولا أميغوس مثلا دي تيبي مثلا بهذا الشكل، ثم تضغط على تراديشير يعني يعني الترجمة، وتصبر لحين ما يعطيك الترجمة إلى اللغة العربية لأي نص تريد. ومرحبا بالأصدقاء من يوتيوب. طبعا أجد أنا شخصيا ترجمة على هذا البرنامج أحسن من التي هي موجودة في جوجل. لا تستعملوا يعني البرنامج خفيف، طبعا الدرس أيضا بسيط جدا، في أي وقت تستطيع ترجمة أي نص تريده من أي لغة إلى أي لغة تريدها. أتمنى أن الدرس يعني قد راق لكم، نلتقي إن شاء الله في دروسات قادمة بحول الله. لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا www.igli5.com، والانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981 فول. في أمان الله.